مساء الخير جميعا برحب بيكم النهارده في المانثلي ميتنج بتاع وحده تجميل عيون الاطفال بمستشفى ابو الريش احنا ان شاء الله بنعمل اجتماع تاني حد من كل شهر كنا خدنا فتره اجازه كده في اجازه الصيف ودلوقتي ده اول ميتنج تاني بعد الاجازه ان شاء الله نستفيد من اللقاء ده ونشوفكم باذن الله في اللقاءات القادمه اتفضلي يا دكتوره رغده ممكن تبتدي تمام حاضر Um My case today is about when the elevator muscles need to be unblocked. i uh, could have dr. for this nice case and his management. Okay, a yeah. eight years old female patient presented in the oculaster clinic with dry drooping of the eyelid since age of six months with bizarre lid movement. By history, she has a car accident at the age of six months with a previous history of multiple squint surgery in the both eyes.

أدكشن uh, بيحصل ادكشن وداون جيز بيحصل ليد ريتراكشن والتوزز بيزيد اكتر في uh, في الابدكشن ده الفيديو بتاع العيانه بين البرايمر بوزيشن باين فيها التوزز بعد كده في اتمنت داون جيز وادكشن بيحصل ليد ريتراكشن لي في الموتيليتي في الفيشن والديبريشن لما تيجي نبص ناحية abduction اللي توزيز بيزيد ويحصل تاني lead retraction في, الـ في ال abduction uh, So we have a case of third nerve palsy with apparent regeneration What's the third nerve palsy with apparent regeneration او احنا يسمى Ocumotor synkinesis أو Ocumotor nerve misdirection هو first described in 1879 uh, بيجي اغلب الحالات بيبقى بعد acquired causes لthird nerve palsy سواء كان trauma أو compressive lesion او ساعات برضو بيحصل فيها congenital causes اللي بيحصل إن هو بيبقى فيه abnormal response ل firing الأوكيوموتر nerve فبيحصل paradoxical co-contraction في other muscles ده بيحصل نتيجة إيه؟ إن هو لما بيحصل ريكفري للثيرد نيرف بيحصل فيلير تو كومبليت ريكفر فبيحصل بريزيستنت بارشل موتور نيرف فانكشن فأنا لما أجي آه بدل ما الفايبرز وهي بتيت بتروح للمسلز اللي هي أصلا أوريدي بتسبلاي فبتروح لأذر تيرمينال مسلز فده بيحصل كو كونتراكشن لأذر مسلز سواء كانت أو الإكسترا أوكو مسل أو الكيوبيك. الساينز اللي بتبقى موجوده ان العيان بيبقى عنده حاجه اسمها سودو فانجريف ساين ان هو لما يجي اتمت ان هو يعمل داون جيز اللي بيحصل ليد ريتراكشن لما يجي يبص برده في الادكشن بيحصل ليد ريتراكشن وفي الابدكشن التوزس بيزيد اللي هي انفيرس وين ساين وان هو بيحصل لما اتمت اب او داون جيز بيحصل ادكشن وبيبقى في ليميتيشن في الليفيشن وديبريشن وسودو اجاي روبرتس ان هو بيحصل جيز اوف ايفوك بيوبيلي كونستريشن how to manage such a case محتاجين نعمل باتشنج عشان تريت الامبلوبيا إحتمال يحتاج ثربي او سكوين سيرجي انتوز سيرجي هي إيه الاوبشنز اللي عندنا في توز سيرجي ان اي سترينثنج بروسيجر عشان نصلح التوز ده مشكلته ان هو ممكن هيزود لي الليد ريتراكشن في الادكشن والداون كيس فده الكوزميز بتاعه مش هيبقى حلو فوات وي ديد ان كيس ان احنا عملنا دكتور كيم ديد فور هير رايت ليفيتور اكزيجن و ثلاثه براوس سسبنشن دخلنا انتير ابروتش فتحنا عند الليت كريز نفس الليفل بتاع العين الثانية بعد كده فتحنا اوربيتال سيبتم وريتراكتد الفات اكسبوز الليفيتور اه سلكناها من التارسوس وقطعنا اللاترال ميديا الهول و اكسايز الليفيتور بعد كده هارفستنج الفاشيا الفاشيا فروم ذا ثاي و اللي هو روتين براو سسبنشن ده كان الفيديو بتاعها عشرة ايام بعد العملية باين إن هو التوزيس اتحسن ولما تيجي تبص تعمل abduction برضو الـ lead تحسن اتحسن وطبعا اتحسن في abduction التوزيس باين هنا لما بتعمل الـ ان الـ abduction اللي كان موجود اتحسن كتير ودي كانت صورتها في الـ primary position. About reviewing the literature كان uh, فيه different management approach للحالات the apparent regeneration This paper كانت برضو بتتكلم على الليفيتور اكسجين والفشلات البراو في عيانين هم جابوا عيانين جو وينكنج وعيانين عندهم congenital الليفيتر ديستروفي وعيان كان عنده apparent, bilateral apparent eugination. وكل العيانين دول عملوا لهم bilateral الليفيتر اكسجين وبراو يعني حتى العيانين اليوني lateral congenital dystrophy. العين الثانية نورمال عملوا لها اكسجين برضه elevator excision و سسبنشن وقالوا ان السكسس ريت بتاعهم ان هو يبقى ليد هايت within 1 وذن من الديزايرد هايت بتاعهم لما دخلوا بالسير ابروتش اكسبوز الليفيتور وعملوا لها اكسج... اكسجن 1 تو 1 تو 2 سنتيمتر اباف ذا بعد كده عملوا لها الروتين برضو brow ايه لقوا ان تمنتاشر ليد كان within uh, one, one millimeter في ال desired height وإن التلاتة ليدز بس هما اللي كانوا under corrected واحتاجوا further surgery وقالوا إن ده إن uh, elevator excision و brow suspension ده بيدي satisfactory cosmetic results و got symmetry uh, regarding lead movement for the position بس هما قالوا إن إحنا نعمل العينتين حتى لو كان عين واحدة بس في العينين ال unilateral congenital doses عشان symmetry في الشكل الليد والموvement وحركة الليد في down gaze. ده عيان عيانين آه مركز كان كان عامل آه يعني باين هنا بيقول ان هم لما لما عملوا مين بس في العين اليمين كان باين باين اسيمتري لما يبص في الداون جيز لكن العيان ده مثلا عن كان عنده آه رايت في البرايمري بوزيشن كويس ولما عملوا له بايلاترال اكسجن وبراو سسبنشن كان اتحسن في الداون جيز. آه another management option اللي هو الليفيتر ترانسبوزيشن دي هم جابوا آه عيانين برضو جو وينكينج وعينين عندهم ساكلوك موتر أكلو موتر بولسي وعينين ثيرد نيرف الفكره ان هما بيعمل في عيانين يونيلاترال لازم يونيلاترال وان هما بيعملوا ترانسبوزيشن للافكتد لي ليفيتو للفرونتالس لي بحيث ان هو يحصل لها زي ماسكر نيوترايزيشن هي تاخد يعني زي زي بلاس نيرف يعني من الفيشل نيرف السبلاي الفرونتالس فده بيحسن بيريجين سام اوف ذا هم عملوها ازاي اول حاجه فتحوا السكن كليز بعد كده الاكسبوزد الليفيتور بعد كده وصلوا لاكتر حاجه يقدروا يوصلوا لها عند السوبر اوربيتال ريم عند الاوريجن بتاعها وبعد كده كلامب وقصوا ناحيه الاوريجن بعد كده فتحوا براو انسيجن و لحد الفرونتاليس يعني بعد كده عملوا زي تانل من البراو انسيجن لحد تحت الليفيتور بعد كده طلعوا الليفيتور من التانل ده وسويتشت في الفرونتالس بعد كده قفلوا البراو سيجن والسكن فيس لو ايه لقوا ان هما اوريدي uh, يعني العينين اللي اتحسنوا شويه اللي كان الليفيتور فانكشن بتاعتهم كانت كويسه وان هو ده ان الليفيتور بوزيشن لغى الابارنت اي ليد بس اغلب العينين احتاجوا انذر سيرجري احتاجوا يعملوا لهم الليفيتور <ذي> سكشن <Gothic> يعني كدوزز ما اتحسنش لكن الابارنت انرفيشن uh هو اللي اتحسن دي صورة واحد من كان مركز جان كان باين في الصورة ده قبل العملية اللي فوق والتحت باين إن هو إن الـ كان اتحسن لكن ketosis تل موجود. ده بقى different management option اللي هو نعمل contralateral surgery squint surgery اللي treat the third nerve palsy. ان هم قالوا ايه ان احنا مش هيعملوا حاجه للتوز ان هم يعملوا بس سكوينت سيرجري في الاذر اي ده هيصلح التوزز وهيصلح السكوينت فجابوا عيانين عندهم ثيرد نيرف بولسي وابارنت ريجينريشن كان عندهم اكس وعندهم توزز، عملوا لهم كونترا لاتر لاتر ريكتس ريسيشن وميديا ريكتس ريسكشن ولقوا ان ده بيصلح الاكس يعني ما كانش ما طلعش عيان اكتر من اكس تي اكتر من تيم بريزن دايوبتر وان التوزز تحسن، المين ديجري كان 3.9 اتحسن ل 0.9 الراشونال بتاعهم ان انا لما بعمل ريسيست سكت في العين اللي هي نورمال فانا دلوقتي بجيب العين اللي هي fixing في الأض... يعني تبقى ايزوتروبيك فانا عشان احركها اخليها تيجي في البرايمري بوزيشن هدي امبلس للاتر ريكتس بتاعت العين دي فاليوك ماسل اللي هي الميديا rectus بتاعت العين الافكتد برضه هيجي لها امبلس وفي العينين الثيرد نيرف اوريدي بتبقى الاليفيتور بيبقى باثولوجيكلي انرفيتد بالابسيلاتر ميديال ريكتس فانا عشان ادي امبس للميديال ريكتس فالاليفيتور هتاخد امبس فده هيصلح التوزس في البرايمري بوزيشن دي الصوره واحد من العينين في الصوره اللي فوق ده قبل العمليه كان عاد رايت توزس بيزيد في الابدكشن وبرده يحصل ريتراكشن في الابدكشن بعد العمليه توزس اتصلح في في الابدكشن وفي الليد تراكشن قال في الابدكشن ده برضو ديفن مانجمنت اوبشن ان هم عملوا لها عملوا لهم بس ده كان في العينين بس يعني البيبر دي كانت بتتكلم على levator ريستكشن في العينين المركز جن ان هم جابوا عشر عينين عندهم مركز جن وعملوا لهم كلهم levator ريستكشن بس هم اختاروا العينين اللي عندهم مايلد او مودريت ديجري اوف ptosis وذ ا جود ليفيتور فانكشن لا وايه لا وانه العيان بيتحسن في الاول بيبقى ptosis بيتحسن في الاول بعد كده سبعين في المية من العيانين تانيين بيحصل لهم ريكانس وبيحتاجوا another surgery ان هما سوري كان معاه high rate of toses recurrence وان هو ان ال result ال... بتاعته مش predictable ده عيان من العيانين يعني في العين اليمين كان عنده right toses بعد شهر اتحسنت بعد كده رجع تاني بعد تلات شهور التوسس رجع Although in studies بتقول إن الـ Betel Resection ده آه حتى لو حس بيتوزس بس ده هي هيزود الـ Jaw winking أو بيحصل more clearer show بس هم قالوا إن هم عندهم في الـ Study بتاعتهم إن هم ملقوش يعني هم كانش في worsening للـ Jaw winking. And thank you. ميرسي جدا يا رغدة على هذه الجرعة الدسمة من الـ Abernate Generations البرنت ريجنريشنز اقصد والجو وينكينج والاستعمالات المختلفه للسلينج عايزه اسالك بس سؤال كده دلوقتي انت الحالات اللي هي بتعملي فيها ترانسكشن للليفيتر ماسل انت قلتي بتعملي بعد كده براو سسبنشن فاشيا لاتا في ألتيرناتيف ثانيه كده جربتوها؟ لا يعني اللي هو بعد فيتر اكسجن كنا عملنا اللي هي الفشلات الراس سبنشن ما جربتوش فرونتيلس فلاب؟ أه لا انتوا جربتوا اللفيتر فلاب اللي هي بتاخدي اللفيتر نفسها بعد ما تعملها ترانسكشن وبتخيطيها في الفرونتيلس فصل هي دي هي دي احنا ما هذي هي دي المذكوره في الستادز لكن احنا ما عملهاش يعني ان هم يعني ان هم يعني بي... حضرتك عليها موضوع حد, حد جربها جربتها يا دكتور سامح دي؟ دكتور راني احنا جربناها بس مش إيه في الموضوع دوت. مساء جميعا. طيب نسال حد حد كده جربتها يا دكتور سامح؟ إيه جربتها يا امين كريم في ايه؟ احنا كنا عاملين عليها رساله عاملين رساله كامله على فترات سلاب بس مش في الحالات ديت. احنا في الحالات دي, دي اه هم عدد طبعا قليل احنا عملنا حوالي ثلاث ثلاث حالات بس اه كانوا كلهم اتعمل لهم فاشيالات. اه فاشيالات دكتور راني, راني تقصد ليفيتور فيلاب مش فرنتاليس لا ليفيتور فيلاب لا الليفيتر ترانسبوزيشن اللي... لا لا ما عملتهاش لا ما عملتهاش في الحالة دي ما عملتهاش في دي انا اكشولي جربتها قبل كده احنا جربناها, كده. مرة فكرة مرة. آه مرة. جربناها, جربناها مره فاكره يا دكتور انت جربناها سوا مره في وانا جربتها مرتين ثانيه آه. كده الحقيقه الريزلتس بتاعتها لونج تيرم وحشه جدا واعتقد برضه. ان بيحصل سام سورت اوف يعني دي للمصر اه او اتروفي بعد ما بتبقى ترانسكتد trans, uh, وبترجع تاني تتخيل somehow بقى بتبقى related لل loss of blood supply nerve supply يعني ما هيش أحسن حاجة طيب كان كان في كمان هو, من... هو الحقيقة المشكلة مش يعني الموضوع السلينج تكنيك مش هتفرق قوي هو الحالات دي كلهم لازم هيبقى عندهم some sort of asymmetry يعني ما توقعش ان هو السيمتري هتبقى كويسة لو فيها بس هو احنا بنحاول ن بس البرايمري primary position عشان البيشنت patient ما يبقاش psychologically affected وحاجة تانية قالتها رغدة ان هو ما انا العين التانية ده طبعا بالنسبة لنا هنا يمكن مش فيزبل او مش اكسبت وده كان سؤالي التاني الحقيقة حد حد عمل عينتين عين أب نورمال وعين نورمال حد يعني يريد... انا بصراحة ما فيش مرة اقترحتها ولا انا كاتبها لا لا انا حتى ما اقترحهاش حتى على العين لا انا بقترحها كتير الحقيقة لان هي كوزماتيكلي هتبقى احسن <applause> بس هل يعني مثلا لو إيه. لقوا برضه اسيمتري حريك ممكن تقترحيها كسكند surgery for the other اي؟ هو الاحسن لما بتتعامل مع بعض علشان تقدري تظبطي الليفل وتقدري تضمني ان انت يعني لو بتعملي فشلات هتبقى هي هي harvesting مره واحده وكده هو <applause> عايزه تقولي حاجه عاليه على الموضوع ده؟ <applause> اه انا عايزه اسال في موضوع الليفيتر ريسكشن يعني هو كان ايه الراشونال اللي شافوا بيها ان الريكورنس ريت كان عالي قوي كده لا انا هقول لك يعني هو انا قبل كده كنت اتكلمت مع كذا حد من اللي عملوا الاستاديز بتاعه الليفيتر ريسكشن في المركز جان بشكل عام هو الراشونال بتاعها ان هو لو في سيجنيفيكانت دوزز وفي مركز جان لو انت عملت ليفت وقللت شويه الماجنيتيود بتاع الموفمنت في المركز جنب بيقل يعني الجفن بدل الرينج اوف موفمنت بتاعته اللي بتتحرك مع المركز جنب هتقل شويه لان التوزس هيتحسن اوكي فالعيانين يعني ابيرنتلي بيحسوا ان الوضع بقى احسن اول حاجه في البرايمري بوزيشن التوزس improved او كيورد تاني حاجة الرينج اوف موفمنت بتاع مع الـ في المركز جان بيقل لكن طبعا ما عمره ما بيقابلش المركز لا هو الفكرة ان الفكرة إنها... قالت ان التوزز بديكير بهاي ريتس فانا مش عارفة ليه يعني واي يعني اشمعنى في المركز جان بيبقى هاي ريتس <applause> يعني هو انا يعني شايف يعني العضلة هنا اللي بيتر دي مش عضلة هيلسي النيرف سابلاي بتاعها مش نيرف سابلاي مظبوط راح ان احنا نعتمد عليها لونج تيرم ان هي ترفع الجفت دايما نعتمد عليها في اي يعني توزيس عين كونجنتال توزس او عيان توزس عادي هو ده اللي لا ان يعني العدله هنا مش جايه نلبس مظبوط في نيرفين مختلف اه انا بس انا عندي ممكن أنا. آه. آه. انا بس يعني شفت حالات مركز دم في سن كبير شويه بيتهيألي كان في حالتين ثلاثة وكنت بخير العيان يعني قصة السلينج ما بينها وما بين الليفيتر ماسل سيرجري وكنت بفهم إن إن الليفيتر ماسل سيرجري كوزماتيكلي بوست اوبراتيف سيمتري والكلام ده والحقيقة العيان كان يعني معظم البنتين يعني اختاروا إن هما يحسنوا التوزس عن الماركاس جون وما شفتش الريكارنس بتاع التوزس ده الحقيقة هي طيب ان, دي دي man. إن, إن لما يبقى الفوسس تطبيه قدام يعني هي عارفه بقى تتصرف في القطه دي يعني قصدي هي <applause> توزس بالنسبه للناس دول بيبقى هو اكتر الايشو المشكله يعني ما اعرفش هي تكره لو لو المركز كان اكتر مشكلته توزس ولا اكتر مشكلته جوينج ده هيبقى القرار اللي احنا لازم نشوف فيها مشكلته جوينج اكتر ولا مشكلته توز اكتر مشكلته توز اكتر ممكن ده نتكلم في ريسكشن هو ده ده الستاندرد مانجمنت يا جماعه يعني احنا لما بيجي لنا عيان ماركس جانا وجو وينكينج احنا بنشوف هل التوسس سيفير ولا المشكله اكتر في الجو وينكينج لو الجو وينكينج بسيط والتوسس هو المشكله يبقى ساعتها بنتعامل معاه كاي توسس لو الليبيتر فانكشن فير او جود بنعمل له ريسكشن لكن لو الجو وينكينج هو المشكله يبقى في الحاله دي بنلجا للالترناتيفز بتاعه الترانسكشن طيب كان في كان في حالة اللي هي كان في بيبر اللي هي كان عمله ميديا مانترا ريساس ريسكت في العين عشان يعالجوا استرابيزمس وقالوا ان ده صلح الوينكينج يا رغده البيبر دي كانت كام حاله؟ حوالي 10 12 تقريبا 11 عين تقريبا اه فبوليش عندنا دي كانت معموله عندنا اه دكتور احمد رضا م. ودكتور هبه فؤاد تمام بس انا انا مش عارفه هي الاكس تي مش المفروض انها تبقى موجوده لما يكون العيان خلاص ريكفرد ثيرد نيرف يعني يعني دي حالات ما هياش الستاندرد لو طبعا لو اوريدي في ثيرد نيرف ما هواش كومبليتلي ريكفرد واوريدي انا عندي سترابيزمس ما طبيعي ان انا هعالج السترابيزمس الاول قبل اي اتمت التوس السيرجري آه بس مش نفس العين العين الثانيه هي دي بقى كانت كل الفكره تمام <applause> يعني they <دي> don't <دون تصفيق> <دون تصفيق> العين اللي فيها المشكله بي... فهم بيستفيدوا من وجود بوث سكوينت ويت الابرنت انرفيشن ان هم يشتغلوا على العين الثانيه ده يظبطوا الانرفيشن كده بتاعتها تمام فدي برضو هو في دايما حاجة. اوبشن فانا اي لان انت بتحبي تستعملي المسلز اللي ال... اللي هتجيب معاكي ريزلت احسن هو السؤال ف... لو انا اوريدي عملت نعم أنا قصدي الـ selection of patients اللي هم candidates for this kind اللي هو عندهم XT وعندهم كمان المشكلة الوحيدة أعتقد اللي هي retraction on abduction ما ده اللي هيتحسن. صح كده؟ ده اللي أنا فهمته من البيبر لا هو بالظبط بالظبط هي limited number of cases وكمان أعتقد إن بتبقى المشكلة أكتر في retraction في الـ في الـ في الموفمنت movement مش في التوسس آه، في آه، الموفمنت آه. اه اه بالظبط الابيرنس المشكله اكتر في الابيرنس اه غالبا يعني تمام طيب فأي برضه في حد عنده اسئله على الموضوع ده تاني؟ في حاجه بس زي ما قلت الابيرنت انفيشن الثيرد احنا لازم نشوف هو المشكله في ايه؟ هل المشكله العيان مضايق اكتر التوزس ولا مضايق اكتر الموفمنت اللي بتحصل اللي اللي بيحصل مع الادكشن او مع الديبريشن؟ البيشن ديت مثلا اللي كانت رغده جابتها الفيجن فيها كاونتنج فينجر العين ديت اصلا سينج اي امبليوب من من سنين بس نفسها ان هي البنت لما بتيجي تقرا او حاجه بعينيها الثانيه وهي باصه لتحت يحصل ليه تراكشن جامد جدا في العين ديت احنا دلوقتي ليه تراكشن جامد جدا في العين ديت لو احنا عملنا مجرد بس عملنا تاكنج ل... سوري سيكشن او تاكنج ليفيتور احنا هنزود ليه تراكشن دوت ان اي عمليه توزيت معاها شويه ليد لاج مع ليه تراكشن اللي بيحصل مع الدبريشن الموضوع هيبقى ازيد عندها راح ده اللي احنا فكرنا ان احنا مشكلتها اكتر هنا مشكله توز اكتر ولا مشكله الابانت انرفيشن الابانت انرفيشن كانت اكتر عشان فكرنا ان احنا نشيل الليفيتور خالص ونحتاج بالسلينج عشان نحسن ان هي البنت توصل تحت ما يبقاش فيها ريد جامد في العين ديت عشان يبقاش خاطر الشكل في البرايم مقبول والشكل وي الداون مقبول كان الدكتور سامح قال اهم حاجه في البرايم بوزيشن وبرده الداون جيت بوزيشن برده مهم عشان ده الريدنج بوزيشن احنا نقلل اللي بيحصل مع الدبريشن والأدكشن يعني عشان الريدنج بوزيشن يعني. تمام يبقى ان كونكلوجن ان <burad fast> <McMahon> كل حاله من الحالات دي محتاجه تبقى ايفالويتد باي اون والعلاج يبقى تيلرد اكوردنج ذا موست انوينج سم المضبوطيك. تمام آه طيب احنا دلوقتي الجزء الثاني عندنا محاضره شيقه من الدكتوره عليا عن حالات طبعا أه. فيري <تكلم> ديفستنج كونجنت انوفثالميا والعينين اللي عندهم كونجنتال الانوفثالميا اتفضلي يا دكتوره علي اوكي انا دلوقتي هتكلم على حاجه از كويت رير بس احنا بنشوفها كتير في ابو الريش اللي هو البيدياتريك او الكونجنتال انوفثالميا او انوفثالميا عامه يعني انوفثالميا او انوفثالميا كان بي كونجنتال او اكوايرد الكونجنتال مايكروستالميا او انوفثالميا والاكوايرد ممكن بقى يكون بوست اندوفثالمايتس شابتر جلوب اكسترا طب هو ايه المشكله في عيانين الكونجنتال انوفثاليا انوفثالميا المشكله ان اللوس اوف ذا جلوب in the very early لايف uh, بيحصل معاها ان احنا ويلاست لوست الاوربيتال ستيميوليشن فور جروث يعني بيبقى الاي سبحان الله بتبقى هي الستيمولنت موجوده جوه الاوربيت تو جرو اولموست ذا entire فيس فا از سيكونس يعني الباري اوكلر ريجن فيها الايلز والساقط والبوني اوربيت والميد فيس كمان كان بيها بلاستيك زي الولد دوت اللي هو عنده فيشل asymmetry لان نص وشه اليمين غير نص وشه الشمال اصغر فعشان كده early identification وintervention intervention are the key factors

طيب هي معاها الmicrosthalmis والكولوبوما بيعتبروا the same spectrum فمش غريبة إن أنا ألاقي عيان عنده في عين انوثالميا وعيان عنده في عين microphthalmia زي العيانة دي وعندها برضو multiple other congenital anomalies وهنعرف ليه لأنهم كلهم بيطلعوا تقريبا من the same thing during embryological development وجينات كتيرة قوي و فاكتور factors have been incorporated العيانين دول بيتولدوا كده. features ممكن تبقى يونيلاترال او بايلاترال ولو يونيلاترال العين الثانيه فيه كتير جدا يبقى فيها اذر انوماليز عشان كده لازم نفحص كويس قوي العين الثانيه 78% بيقولوا معاهم كاناليكلر ستينوزز وبيقولوا عاده العينين دول دي دونت ريكواير تريتمنت بس ساعات بيبقى معاهم كونجنتال نيزولاكمال دبت obstruction ودوت كان ريكواير اتنشن طيب مشكلة ال unilateral uh, congenital uh, microphthalmia اللي هو ال bony orbit hypoplasia الجفن بيبقى صغير جدا وده challenging قوي في ال management وال facial asymmetry due to hemifacial microphthalmia زي البنت اللي فوق في ال bilateral cases بقى بنلاقي ان منطقة ال كلها sunken وعنده mid facial hypoplasia وكمان بيبقى عنده flattening Forehead ليه؟ Accompanied by other craniofacial anomalies، عشان هما بي develop من حاجة اسمها فايفر كده, داين كافلين ودي بتبقى مسؤولة عن development يا إما عندنا في الأنترو نيزل uh, nasal aspect أو الـ لاترل فمش غريبة إن أنا ألاقي معاها هايبر و وكتير بنلاقي معاهم cleft بقى lip و الحاجات اللي بتبقى في الـ لاترل part of the face. طيب، evaluation uh, بتبقى clinical، و Imaging plays a very important role uh, في هذا الموضوع. عندنا 3 options for imaging كل واحدة ليها pros and cons ومعظم البيبرز لازم on initial evaluation يعملوا حاجة neuroimaging whether it was CT or MRI. CT مشكلته طبعا الأساسية هو الـ الـ الكبير في عيل صغير جدا بت increase الـ risk of malignancy لكن هي ميزتها إن هو سريع ممكن يستخدم بالسيداتيشن بس مهم في البري Preoperative Assessment وبيشو البون Bone Deformity زي ما إحنا شايفين ده عيان يعني أنوثالميك الأوربت اليمين أصغر بكتير قوي من الأوربت الشمال الام ار اي طبعا ميزته انه ما عندهوش الراديشن بيعمل باتر سوفت تيشو اسسمنت لكن ما بيشوفش البونز يقدر اكسكلود حاجات intracranial anomalies او periocular anomalies وغالبا غالبا لو عايز تفولو اب بيعملوا ام ار اي علشان الريبيتد الراديشن دوت ما نعرضهوش للاطفال لكن مشكلته طبعا ان هو مش اوتلاين البون اللي عندنا وحاجه ساوند طبعا ده easiest بس هو بس بيقول لنا لو في remnants او سيست مهم في الميجرمنت بتاع الاكزل لانث بالذات العيانين و وكمان ممكن نأسس بيه آه بس مش هنقدر نأساس بيه اي حاجه في الاوربت او البيري اوربت كل العيانين دول بيحتاجوا يروحوا بيدياتريك اسسمنت عشان 50% منهم بيبقى عندهم systemic abnormalities وفي syndromes defined زي الانوثالميا بلس syndrome اللي هي أنوثالميا, cleft lip palate facial clefts وساكرال sacral neural tube defects. بالنسبه لنا احنا اهم حاجه بنشوف البابل فيشر fissure width ودي حاجه لازم تبقى ريكوردد علشان احنا بن monitor ال التريتمنت uh, بتاعنا كويس ولا لا بالانلارجمنت او الديفلوبمنت ان البالبابرال ويث دوت الحجم الجفن بيكبر ولا لا باساس الفورنيسيز الاكزيال لينث بالذات في عينين مايكروستالميا لان هي متقسمه مايلد مودريت وسيفير المايلد اللي هما من 15 ل 17 مللي مودريت من 13 ل 15 واقل من 13 ده يعتبر سيفير طيب الهدف بتاع التريتمنت كلنا انها كلها ان احنا عايزين ان الوش يكبر بصوره طبيعيه بالذات في العينين اليوني لاترال تو اتشيف سيمتري او نمينيمايز الاسيمتري لو السيمتري مش هنقدر نحققه بان احنا بن اكسباند الايليدز الفورنيسيز الساق السوفت تيشو والاوربيتال بونز فاحنا عايزين في الاخر ان العين ده يقدر يلبس العدسه بتاعته وين مينيمايز الفيشل اسيمتري والامبروف الكوزماتيك ابييرنس طيب المين رولز احنا هندبند على ايه status of the affected eye بالذات لو الأي دي مايكروفاالميا وهل فيها فيجن ولا لا الكونترا لاترال اي هل هي طبيعيه ولا لا لو هي طبيعيه التريتمنت بيبقى more challenging عشان عايزين to achieve the يعني symmetry severity of volume deficit وage of the child واهم حاجه هل الاهل دول هنقدر نعتمد عليهم ان هم يتابعوا هذا الطفل ولو الكونفورم اللي حطيناه وقع يرجعوه ولا لا دي حاجه مهمه جدا طيب according to the laterality و volume deficit لو الpatient ده عنده normal contralateral side يبقى therapy should be initiated early علشان asymmetry can be pronounced لو اجلنا هذا الموضوع بعد ال closure of the sutures. ال volume deficit may be برضه significant ودوت آه, بنحتاج برضه نأدرس بدري. ال bilateral عاده asymmetry بيبقى minimal فاحنا آه, ممكن ما نبقاش as very early as unilateral. مشكلة بقى لو عندنا seeing microthalmic eye لازم نعرف نمونتر orbital development هو ممكن يبقى seeing seeing قليل بس still seeing eye فهو لو هي it's very small we have to monitor هل ال دوت بيكبر زي التاني ولا لا لان احنا عندنا ليميتد اوبشن مش هقدر ان انا اشيل العين اللي بتشوف فساعتها بحط كلير كونفورمر واعتقد هنا كان حاجه زي مثلا السيم لافرنج ولا حاجه اللي هي مفتوحه من النص او لو عايز بينتد كونفورمر البيوبل تو بي ليفت كلير علشان تو الاو for visual development وكمان طبعا العين دي لو فيها بي php وكده we should pay attention to it بس المهم هنا ان برضو عيانين الميكروستالما ما ننساهمش في المتابعات لان هو ممكن يحصل لهم on the long term facial asymmetry لو حجم العين صغير قوي اللي هو ميلي اقل من 15 ملي مثلا. العيانين بقى في special سيتويشن زي العيانين اللي عندهم congenital anaphthalmia و this is. السيست دي كويسه جدا لان هي بتاكت از دايناميك اوربيتال اكسباندر هو ربنا خلقها له كده طيب البيشنت دوت بنكيبه اندر اوبزرفيشن از ماتش اس possible از لونج اس possible سمولر سيست مش ممكن ما نحتاج لهاش حاجه ونحط عليها بس بروستيسز ساعات بنحتاج لارجر سيست ديت صغرها شويه بنيد اسبريشن uh, او نعمل لها كومبليت اكسجن بس بعد خمس سنين علشان يكون الاوربت ديفلوبت خلاص بس انديكيتد بدري قوي لو الرابيد باك جروث اوكرز بسرعه قوي او ان هو مش عارف يلبس البروستيسز بتاعه والام اي لازم يبقى معمول عشان exclude ان في كونكشن للبرين ونشوف السايز بتاعه التريتمنت اوبشنز عندنا يا اما حاجات ستاتيك يا اما حاجات دايناميك طيب وعندنا ميديكال versus سيرجيكال الصوره دي للكونفورمرز اللي احنا بسيطه خالص اللي ممكن تتعمل كاستمايز على قد حجم الليد الصغير وتحت ده عيان واحنا بنفحصه قد ايه صعب جدا ان احنا نفحص عشان نشوف الكونفورمر في مكانه ولا لا وي ار جاست after افتر بينوكس هوك تو ريتراكت عشان نتاكد ان الكونفورمر في مكانه ومالي كل سبيس طيب الميديكال هو المين ستاي بتاعه هو ان احنا بنحط سيريال كونفورمر فيتنجز وبيقولوا امتى بيقولوا من اول اسبوع كل ما ابتديت بدري كل ما انت بقيت احسن احسن حاجه هو كاست ميد لان هو الجول بتاعه ان احنا عايزين نسترتش الكونجنكتيفا والفورنيسيز من غير ما نعمل ايل او العين تبقى مفتوحه نيدز طبعا فاميلي كوبريشن فلازم نبقى assessing الفاميلي دي هتقدر تتعاون معانا ولا لا ممكن تتحط من غير orbital implants بعد implant أو over a micro eye ب-special إن هم يبقوا شفافين. عندنا حاجة اسمها static conformer و dynamic conformer. static conformer دول بيبقوا مع لازم بينا تواصل مع الأوكيلوريست ولازم يبقى حجمها كويس. لان هو ممكن نعملهم صغيرين قوي لو عنده مايكرو بلافرين صغير قوي لو الساكت فيري سمول بعدين الساكت لما يبتدي يكبر بنقعد نعمله سيريال انلارجمنت بحيث ان احنا نعمل كونتينوس ايه ستيميليشن دي هي اهم حاجه لازم الاهل يبقوا عارفين ان لو كونفورمر ده لازم يحطوه على طول لإن لو الكونفورم فضل بره هيحصل دي كونتراكشن وكأننا ما عملناش أي حاجة ويحصل ريفرسال للبنفيت ده. في بقى عاملين كمان حاجات بتج يعني حتة طالعة لبره ودي بتبقى أسهل علشان أقدر أهندلت وأطلعها بالذات للبيرنتس لو وقعت أو حاجة وممكن تبقى بينتد. طب ايه الدايناميك كونفورمر دي صوره للدايناميك دي كونفورمر هي حاجات اوزماتيك بتمتص الميه وبتسوال ودي تقدر ان احنا نكبرها كده كل ما البيشنت يكبر فالصوره اللي عندنا دي اللي على اليمين ده قبل ما تسوال وعلى الشمال بعد ما تسوال وبيبقى فيها خرمين بنقدر نخيطهم بنايلون على الليد فتفضل في مكانها تقريبا لثلاث اسابيع بعديها النايلون سوتشر ده بنشيله نشيل الكونجنكتيفال اكسباندر وممكن نحط له بعديها الكونفورمر العادي او الارتفيشال جلاس ده بيعمل زي كونتينوس كده ستريتش وستيميليشن للفورنيسيز والكونجنكتيف طيب انا امتى هقرر ان انا ادخل سيرجيكال انترفنشن واحده من البيبرز حطت حاجه, حاجة, حاجة تريتمنت بروتوكول اسمه الروستك <applause> بروتوكول فقالوا تقريبا ان احنا لحد ثلاث شهور عند ثلاث شهور وهم كمان بيقولوا كمان قبل كده من سن اسبوع نبتدي نوسع الكونجنتال ساك بان هم بيحطوا اوزماتيك اكسباندر وكلها بالدايامترز بعد شهرين انا هبدل دوت بكونفورمر وهبتدي لما الكونجنتايفا والساق تبتدي اسمح لي ان انا تو سيرجيكلي انترفنت هبتدي ات 9 مانث اوف ايج مفروض ساعتها يكون البوني اوربت ابتدى يكسباند وممكن احط اللي هي الاوزماتيك اكسباندر اللي هنتكلم عليها بعد كده وبتتغير امتى الاوزماتيك اكسباندر ديت لما احس ايه ان الحجم بقى قليل طب هحسه ازاي ان انا الاقي هولو اي ابييرنس اللي هو الانوفثالميا شويه او السنكن مثلا sulcus deformity ديفورميتي والبروبنس اوف ذا palpebral ابريتس طيب Early بقى versus late intervention ودي اتعمل عليها كذا بيبر ومنها أول paper دي اللي هو بيقول لك orbital expansion for congenital anophthalmia may be achievable in infancy but not in childhood. ودوت دي البيبر هو عرض حالتين حاله اتعملت عند سن اربع شهور وحاله عند سن اربع سنين ولقى طبعا الاربع شهور حصل ماسيف انكريز in ان ذا سايز اب تو 170% لكن اللي عند 4 ييرز ما كبرش اكتر من 110% فلازم لو هنبتدي يبقى نبتدي بدري كمان عملوا على درمس فات جرافتنج وقالوا ديسبايت ذا انيشال كونديشن ما اللي اتحط لهم Dermis fat جراف between 9 to 20 months يعني من سن 9 شهور لسنه ونص مثلا دول اتيت باتر كوزميزز دان العيانين اللي اتعالجوا اكبر من كده وبالذات بعد سن اربع سنين لما يكون خلاص البون قفل على وضعه. الأرجنسي بتاعنا هو upon the rate of facial growth. فهو البيدياتريك فيس اصلا بريتش 40% عند الـ growth بتاعه عند 3 months، 70% عند 2 years و 90% عند 5.5. فاحنا عندنا في الرينج من من 3 months ل 2 years هو اكتر rate of expansion ودي الاحسن حاجة اللي احنا نبتدي فيها ان احنا نعمل orbital expansion غير الـ expansion اللي احنا بنعمله. والـ uh, children before 5 years بنحب حاجة اسمها dynamic expanders اللي هنتكلم عليها. although طبعاً هما treatment options مش كتيرة ومع ذلك الناس مختلفة قوي في such tough cases نعمل إيه؟ العيديل expander هو اللي يعمل minimal access to avoid trauma enlarge, gradually enlarge يعني يبقى dynamic بيكبر لوحده to avoid uncomfortable rapid inflation pressure stimulate symmetric orbit and peri orbital and periorbital soft tissue growth يعني يبقى growth for all directions of the orbit مش أنتروبوستيري بس أو horizontal to have minimal complication, malfunction, infection, extrusion, or damage. طيب الاوربيتال اكسبانشن عامه الستاتيك حاجه كانوا بيعملوها زمان قوي هي الاوتيوتوميز وغالبا بطلوا يعملوها لكن ساعات بنحتاجها لو بعد سن خمس سنين لو بقى الدنيا أفلت خالص او السفيريكال هارد امبلانتس الدايناميك عندنا كذا اوبشن زي الانفليتابل اكسباندرز الهيدروجيل اوزماتيك امبلانتس هيدروجيل باليتس اوزما والديرمس فاد جرافت. بيفضل بان احنا نعمل نحط حاجه بتإكسباند. علشان هي بتبتر استيمليت البون compared للسوليد سيليكون اللي احنا العاديين اللي بنستخدمهم في الكبار وعلشان كمان ما بنحتاجش multiple surgeries و soft tissue trauma كل ما ندخل ونكبر حجم A الإمبلان ده إنما دول not without shortcomings عندنا ده اللي هو الانفليتبل سوفت تيشو اكسباندر وده حاجه كده شبيهه بالتيشو اكسباندر اللي بيستخدموها بتوع التجميل علشان يزودوا السبيس للسكن هو عباره ان هم بيحطوا زي ما نشوف كده في خرطوم طويل ده بيطلع ثرو ايبورت من التمبرال بورت من عند التمبوراليس والبول نفسها بتبقى محطوطه انتراكونال وكل شويه بيدخلوا من البورت ده ويزودوا ايه فلويد بحيث ان هو يعمل اوربيتال اكسبانشن بس للاسف احنا مش بيقدروا يكونترول الدايركشن اوف اكسبانشن فممكن يحصل ديسبيسمنت يحصل ايرلي اكستروجن ممكن يعمل اتروفي للسراوند تيشو و داز نوت اكسباند the fornices ديفيد سي عمل موديفيكيشن لكده عشان الاكستروجن وان هو ساعات بتتحرك جوه الاوربت فالاكسبانشن بتبقى مش في الدايركشنز اللي انا عايزاه فبقى يثبتها بميني بليت في اللاترال وول بحيث ان هي ما تتحركش جوه الاوربت واضمن انها انتراكونال او مش انتراكونال يعني جوه الاوربت نفسه فتعمل ايكوال اكسبانشن وبيكليم ان هي جات جود ريزلت حاجه تانية بقى الأزمات اكسباندر دي حاجه انا مش بعمل فيها حاجه انا بحطها وهي بتكبر ودي عايزين دكتور رانيا تكلمنا عليها بعد ما نخلص لان هي عملت بيبر جميله جدا هي كانت فيها وهو الفكره ان احنا بنحطها على حسب سايز البوكت بتحتاج سمول انسجن وبعديها بنعمل سوتشرنج اوف ذا ايلاند وذا تمبريتور سيلفي وكمان سيانو اكريليت استخدموه علشان ممكن نعمل لها ثرو لوكال انستيزيا ومعموله من ماتيريال بتكسباند اب تو 30 تايمز وليهم احجام كمان الاوزماتيك اكسباندر بس طبعا هم مشكلتهم ان هم زي اي سفيريكال امبلانت يحصل لها اكستروجن وايروجن وانفلاماتري رياكشن وكمان هي بتحتاج تتغير لان هي ليها احجام وليها ماكسيمم يعني ان هي تسوالينج ريت يعني بتوصل لحجم معين يعني. طوروا بقى من نفس الموضوع ونفس الماتيريال انجكتبل فبقيت ما بحتاجش اصلا اعمل انسيجن انا جاست بتروك من الانفيرسكين انسيجن بحطها بس المشكله بتاعتها طبعا ان هي بيحصل لها مايجريشن. طيب خلينا دي هنرجع لها في الاخر آه طبعا ده جول ستاندرد واحسن حاجه تقريبا بنستخدمها هنا هو ديرمس فات جراف وديرمس فات جراف دوت بيلاقوا ان هو عادي جدا هو كافي ان هو يعمل اوربيتال بريشر ويعمل بروموت اوربيتال ديفلوبمنت هو كمان بيكبر مع الشايلد فبيستخدم كدايناميك اكسباندر

disadvantages طبعا longer surgery second side variable growth بس البيبرز نشرت ان هو الاطفال الصغيرين ده الميزه مش بيحصل لهم فات اتروفي بالعكس ده سبب بيحصل لهم اوفر جروث ان بيعمل الكونفورمر بيقع فبنحتاج نعمل له دي بالكينج ومينلي برولونجد هيلينج تايم لو شفنا الصور اللي تحت دي من بيبر قيمت dermis فات جرافت ولقت ان بري اب والعيان حاطط فقط العدسه لو بصينا على ايمج بي الحته السوداء دي هي التلتنج بتاع البروثيسز ودي من مشكله الكونفورم لو حطيناها لوحدها هتعمل تلتنج مش سنده على حاجه ففي الاخر ما بيبقاش فيه سيمتريكال انرجمنت للفورنيسيز ايمج بقى دي بعد ما حطت الديرمس فات هنلاقي ان الحته السوداء دي اللي بتكونفورم اللي ورا الايلتس بقت سيمتريكال ومكانها مظبوط خالص جم بعد كده قالوا we will combine the best of both worlds والصور اللي على الشمال دي هي البيبر اللي دكتورة رانيا عملتها اللي هي الأكورن shaped كونفورمرز فأنا عندي حاجة بتزود الأوربت فوليوم بأن هي الحتة اللي ورا دي فتعمل expansion والحتة اللي قدام كمان acts as a conformer to expand الـ تايبا في حاجة اتنشرت زيها اسمها wedge over the conformer علشان تعمل برضو cantile expansion وsocket expansion وبريفنت الروتيشن. الأيديا بتاعت الكونفورمر دوت اللي هو الأكورن إن أصلا ده إيه؟ شكل الأوربت بتاع العينين الأنوثامي وده is put into consideration لما بنعمل الكاستم custom made impression دي أو ممكن نعمل molds. و مميزاتها إنها can act as both a conformer and prosthesis possible to fit in an ambulatory manner يعني ممكن أحطها عادي في العيادة give better stability expand the socket in posterior وhorizontal وvertical does not need suturing في العيادة حتى لو عندي كولوبوما uh, وeasier to fit دي صوره من البيبر بتاع الدكتوره رانيا وبتوري قد ايه الفيشل بروث كان حلو خالص لما حطينا ذس اكسباندر uh, هنرجع بس لحاجه دي دي بيبر اتعملت كانت بقى بتقارن الكاستم ميد كونفورمر مع الاوزماتيك اكسباندر ولو actually ان الاكسباندرز دي ورك well بس برضه الكاستم ميد كونفورمر كان جيف سيميلر ريزلت وكمان ما بحتاجش جنرال انستيزيا وما فيش كومبليكيشن بس هحتاج طبعا ايه cooperation من البيرنتس اخر حاجه تو بي الحاجات التانية اللي هحتاج امانج مع عينين ثانية اللي هي الليت سيرجيز وعاده بتبقى كتيره وذر ان انا عايزه اوسع المايكرو بالفابريل فيشر علشان ادخل اصلا احط هذه الامبلانت اعمل باكسي اعمل ميوكس ممبرين جرافتنج للسوكت العينين دول بيجي لهم ايليد ديفورميتيز وذر لان المال ديفلوبمنت اصلا على الليد كبارت اوف ذا كونجنتال انومالي البريشر باي الكونفورمرز وال ستريتشنج دوت بيثن اوت الليد وبيثن الليفيتر وممكن بيحتاجوا توز سيرجي وبيحتاجوا انتيل سيرجي للانتروبيان وممكن يتعمل في الديرمس فات جرافت بس بيرو عامه بنفضل ان ناجل الليد سيرجي شويه بعد سن سنتين علشان السيكاتريشال تشينجز Uh, some cases, uh, دكولو, it is not possible to improve the flattening of the forehead or forward projecting of the lateral orbital rim, craniofacial surgeries, which would not give uh, the best results. So, in conclusion, it involves a very long term dedicated teamwork that needs to be instituted as early as possible orbital imaging help in assessing the defect will follow up came in orbital growth progressively increasing the size of conformers and orbital expanders are the mainstay conservative treatment is supplemented with surgical uh, procedures involving the lid socket and orbital bones كمان بيقولوا ان دلوقتي في عهد ال 3D printing ممكن just a 3D model obtained from the MRI I can do this conformers or orbital expansion حتى من غير ما العيان كل شهر يروح ويجي لي ممكن uh, increase the follow up and thank you. Thank you. Thank you very much يا عاليه لهذه المحاضره الدسمه. اي هوب ان الناس تكون لحقت يعني تاخد فكره سريعه كده عن الموضوع طبعا هو موضوع مش سهل خالص محتاج صبر صبر من الاهل وصبر من الدكتور ولونج تيرم فولو اب وزي ما انت قلتي مفيش كونسنسس يعني يعني يمكن اهم حاجه هي ان احنا نتدخل بدري وان احنا نحاول نوسع السوكت بعد كده بقى السيرجرز كتيره جدا انواع الامبلانتس كتيره جدا ال timing of management مختلف من ناس لناس. أنا من الناس اللي ما بحبش أعمل أي surgical intervention before two and a half to three years وعندي يعني deep belief إن أي early intervention بيبقى معايا fibrosis جامد وبيبقى معاه زي كده lack of resilience بعد كده في السوكت further surgery وفي ال orbital cavity. في ناس on the other hand بتحب تشتغل بدري. كنت سمعت ان يمنى عندها اكسبيرينس انها بتعمل درمس فات ات ان ايرلي ايج هو بس في حاجة مهمة انت كنت بتتكلمي على المايكروثيرميا وازاي ان انت ممكن تحطي عليها كونفيرمر شفاف او فيها اوبننج للبيوبل هو اكشولي المايكروثيرميا معناها ان في سام سورت اوف جلوب والجلوب لوحدها هتنشيت الاوربيتال انلارجمنت فما فيش اي ايرجنسي في طفل عنده شهرين ثلاثة ولا حتى سنة ان انا اعمل اي انترفنشن مدام العين مايكروفثالميك. انا كنت عايزه يعني اسال في الموضوع ده، هل في اكزل لينك معين هو اللي بيستيميليت اوربيتال جراف يعني هم كانوا بيقولوا ان سيفير كيسز اللي هو 13 مللي دوت او اقل من 15 ذس ماي نوت بي انف تو ستيميليت الاوربيت فهل أعتقدش عندنا أعتقدش من... ما اعتقدش ان في بروف ان الـ ان الـ ان الـ ان ال 13 مللي يفرق عن ال 15 لكن اللي اكيد اكيد عندنا ليه بروف ان ان العين هي ذا بيست ستيمولنت فور اوربيتال جراف دي حاجه الحاجه الثانيه ان كمان انا في العينين دول انا مش عايزه قوي اوسع الاوربت، ليه عايزه اوسع الاوربت؟ انا عايزه اوسع السوكت، السوكت هو اللي يهمني لان هو ده اللي هيدي الشكل النهائي. انما انا ما يهمنيش جوه الاوربت يبقى فانل شيبت ولا مدور ولا سفيريكال ولا بيراميدال يعني مش ده الايشو في الاخر، انا يهمني ان يبقى في سيمتري في السوكت. فما ي... ال المين كونسرن ان انا اوسع الاوربيتال كافيتي تبقى اكزاكتلي زي العين الثانيه لكن المين كونسرن هو ان انا اوسع السوكت عشان الليدز تبقى symmetric او الـ او البالبيبرال ابرتشر يبقى مور or less symmetric. انت عايزه اسال حضرتك هم... على الهيدروجيل بقى امبلانتس. الهيدروجيل امبلانتس يعني the most important problem فيها انها it is very expensive. يعني كانت اعتقد ب 200 يورو ده الكلام ده من زمان وقبل التعويم كمان فما اعرفش دلوقتي رخصت ولا لا بس يعني ات واز فيري اكسبنسيف بتحتاجي لكل طفل حوالي مثلا يعني هو المفروض فيه 3 سايزز بس قولي مثلا واحده هتقع بدري واحده بتاع يعني هتحتاجي له من 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 3 ل 5 يعني حوالي 1000 يورو فايتز ريلي اكسبنسيف بلس ان هي ساعات بتعمل انفكشن يعني في الحالات اللي عملتها وما كانوش قطار كانوا مثلا اقل من 10 اعتقد جالي حالتين انفكشن مع اني ما كنتش باخد سوتشرز كنت بعمله برسانو اكريليت وكنت بعمله من غير جنرال انستيزيا ودي كلها بتقلل شويه المخاطر بتاعته بلس عيب مهم جدا برضو انها هامي سفير يعني هي ما بتاخدش الشكل المولدنج بتاع الاوربيتال كافيتي أو السوكت اللي بيختلف من patient لبيشنت يعني هو ال key to proper socket dilatation إن أنا أحط ال conformer يبقى متمشي مع شكل السوكت عشان كده إحنا بناخد ال dimensions بتاعته وبنفسر عليها ال acron conformers بتاعتنا أو بنفسر عليها بنعمل مولد بنفسر عليه الكونفورمر اللي هو اللي بيبقى واخد شكل الاوربت بالظبط هو حضرتك بتعمليه ازاي بالظبط الكونفورمر ده يعني حضرتك بتسيتي ولا مولد وبيفصله ولا ايه المولدنج طبعا دي طريقه كويسه وبعدين بتاخدي الانتروبوستيري والفيرتيكال دايامتر او بنعملها بان احنا بندخل زي كاليبر بنقيس السوكت بتاعنا الدبث بتاعه قد ايه وبنقيس البالبيبرال ابرتشر ويدث قد ايه وبنفصلها تبقى متمشيه مع ده يعني بنقيس الفتحه قد ايه طول وعرض وبنقيس الدبث بتاع السوك وحضرتك بتغيريها كل قد ايه كل ما تبقى بتلف تلف نغيرها آه بتلف يبقى بت... يبقى, هي آه بقت ولا يعني أو. تقريبا كل انا بخلي العيان يجي كل شهرين اوكي بيرفكت اوكي ثانك يو عايزه اسمع الاكسبيرينس بتاعت يومنا عشان هي عندها اكسبيرينس برضو محترمه في الايرلي انترفينشن ايوه دكتور رانيا استاذ أه هو انا كان يعني كذا حلم اشتغلت عند سن الثمان شهور دول بس مش بعمل دروبس فات يعني كنت بحط يعني سينثاتيك بول وبتابعهم لغايه ما يبقى السن مناسب بقى للدروبس فات سواء بقى سنتين او يعني حتى الان تالي عامله حالتين او ثلاثه ويعني حتى الان الدنيا كويسه بيبقى هم اللي عندهم المايكرو بلافرون دول بقى وسع الفلتفرن فيشر وبحط الكورة بقى اي سايز افيلبل يعني اللي يسمح بحجم الاوربت وقتها وبغير الكونفورمر كل فتره برضه زي ما حكيت بتقولي كده كل ما احس ان الكونفورمر وسع بوديه للاوكيولرز تتغير بس وبتابع لغايه سن مثلا سنه ونص حتى الان يعني ان شاء الله في وقت رابط تخش تعمل ليرنس فاتس هبقى دي الحاجة في بقى بعد كده ان شاء الله تمام يمكن لو انا بعمل فعلا جاست وان بروسيجر ان انا احط بول علشان تسند شويه الكونفورمر اللي هو العادي الشكل العادي يمكن ده يبقى اوف فاليو لكن لو جربتي الكونفورمرز اللي هي اللي شكلها ايكرن شيب دي مش هتحتاجي قوي السبورت لان مشكله الـ الـ الكونفورمرز العاديه ايه؟ مشكلتها انها بتبقى expelled من السوكيت لأنها بتعمل بتعمل زي tenting effect يعني هي بتوسع السوكيت بالعرض فال back of the socket أو ال bed of the socket بيبتدي repel it anteriorly فتبتدي تبقى عايزة تخرج <applause> فانت لما بتفكر جول هي ده اللي انا كنت فيه في قصه ان احنا بندخل حاجه بقى جوه يعني بالظبط لما بتفكر احساس الاحساس احساسي وانا بدخل الكوره لا هي يعني فعلا هو مش بس الانوفتالمية ده مش بس ان فعلا كرة ان عين مش موجوده لا اكشلي هو الاوربت فعلا يكاد يكون يعني البولز فوق بعض يعني ما فيش سبيس خالص انترا كونال او انترا اوربيتال بقى تمام السفيرة اللي بتحطيها دي بتعمل بتعمل كده زي كونفكستي تمشي شوية مع مع الكونفورمر فبتخليه easier to insert فيمكن ده الفاليو بتاع الايرلي بول امبلانتيشن بس انا شفت حالات كتيرة قوي من اللي هي عملها ديفيد سي وحالة منهم كانت جات مصر وكان عندها يعني اوربيتال انفكشن من الـ من ال من السل من من السيليكون بول او من اللي هي الاكسباندبل بول اللي كانت بتثبتها ب مسامير وبليتس وكانت صعبه جدا 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 ان احنا نشيل يعني مشكله التعامل مع مشاكلها مش سهل كمان يعني احتاجنا نفهم يعني إيه حالة جالها جالها زي جرانيولوما كده بس اي فيك ان هي يعني من ال من ال superficial مش من ال يعني كوره ستيبل في مكانها وكل حاجه طبعا هي كوره صغيره اكيد مش هي دي اللي هتفرق في الفوليوم بعد كده بس يعني حسيت ان هي فعلا وهي بتدخل دخلت يعني يعني خدت يعني كان في resistance وهي داخله فكانت دي وجهه نظري ان احنا كاننا كمان بنوسع deep في الاوربت يعني بس هي محتاجه فولو اب بس <applause> على المدى البعيد ان شاء الله خلاصة يعني the less traumatizing you are to the small eye the better خصوصا ان احنا كده كده دول لسه اطفال لا راحوا مدرسة ولا عندهم يعني psychological problems قوي فاحنا مفروض نستغل اول سنتين ثلاثة ان احنا نوسع السوكت على قد ما نقدر وكمان علشان ال ال definitive treatment زي ما قلتي عالية هي الديرمس dermis fat وبالتالي احنا كده كده مش هنقدر ناخد dermis fat كويسة من طفل عنده ثمان شهور او سنه يعني على الاقل على الاقل سنتين ونص ثلاثه على ما نقدر ناخد تيرمس فات كويس اذا كنا ناويين ناخدها من الطفل يعني مش من مامته بس فاعتقد ان احنا يعني اتكلمنا كويس على الموضوع ده حد عنده اي اسئله يا جماعه؟ شكرا جزيلا يا تورانيا شكرا يا علي, يا علي شكرا عندك اي تعليق يا دكتور كريم لا آه، يا فندم شكرا جزيلا شكرا لحضرتك جدا طيب شكرا يا دكتوره رغده شكرا يا دكتوره عاليه وان شاء الله نشوفكم باذن الله في تاني حد الشهر الجاي باذن الله ثانك يو باي باي